بك نحي الفيت مول شكارة وزوالي الحكايات والترعيج كل يوم هدا في الباطي ما صار جديد لي طالع ولي هابط ولي شوف مر لعوينا خاطينا لي بروبلم وما يجو لينا تبعو فينا كل واحد هم ونحبو الديفو لاش في لاكاج ولي زيطاج ينود الهول تحيرو فينا باطي ما لينا بليكم ما نخرجلوش ما يروحش هذه المصيبة هذا. حسن حسن خير ان شاء الله. واش سامحني خويا حسن على بالي عطلتك على الخدمه ودا سامحني اني نرجف حسن يهضر واش بيك عزوز واش تحوز خلاص ما تخوخش دوك انا نفهمك بالعقل. شوف اخويا حسن انا عندي بورتابل جبت البورتابل نحس منه لابوس حتى صافي فمي وجبت واحد الطرف كان في جيبي هذاك وباقي نمسح يهضر عزوز واش تحوز هضر هاني انت جايك كي خلص من البورتابل هذاك لقيت روحي باللي لابوس هذيك واش بيها وش يولي بلعتها بلعت لابيس ايه ومن بعد بلعت لابيس علاه جيت عندي انا روح شوف لي خدموا التليفونات لا حبيت نسقسيك يعني خي ما دير لي والو في كرشي ولا كش ما هكذا ها واش راح ندير لك لابيس يا عزوز واش راح ندير لك ما كان والو شغل كليت طرف خبز يابس هبط لي ستوم هذا براح خلاص من بعد السنه في بلاصه واحده اخرى الله يعطيك الصحه هنيتني طمنتني حسان هذه برك روح حسان سامحني هذه برك حسان حبيت نسقسيك على لابيس وش بيها؟ اللي بلعتها هذيك كان فيها الكريدي وش من كريدي؟ هي فيها الكريدي قدا فيها؟ فيها 150 الف تحوى 150 باتوا هذه غلطة هذه حبيت نسقسيك برك يعني كي نعود نهضر يخلص الكريدي ما جاوبنيش خلاص روح نشوف الديقة شكون؟ خويا رشيد مساء الخير. بخير واش حوالك لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. خويا رشيد جيتك في واحد الامر ماذا بيا تفرزولي الله يعيشك خير ان شاء الله. جيت تسلف لي 200 في الله يعيشك. مين نعطيك 200 الف؟ اني من 3 تاع الصباح وانا ندور برا باش نبيع ديك ليركات ما نبعتليش. مين نعطيك 200 الف انا؟ خويا رشيد ما تقوليش ما زلت مع الكاتريل تاعك هذيك. مازال راني معاها اني في عامين وانا ندور بها ما كاش اللي داها. حيتت عليا خويا رشيد الله ربي هذيك كش واحد بقى يدي خرده كيما هذيك. شوف ندبر عليك فكره بربي ان شاء الله ماماي. قول لي وراي وش هو الطوموبيل اللي مشهوره الوقت هذا؟ مرسيدس. اعطيك الصحه واش يدير خويا رشيد دبر لاسين تاع المرسيدس ورزقو في الكاترين تاعك وروح قول لي كثير اني متاكد 100% غير لاسين برك نبيع بسوما اللي نبغي يا اللي تحب. شحال قلت لي خصك؟ 200 الف بصح كي عجبتك الفكره 300 الف. 400 الف من عندي. الله يعيشك خويا رشيد. شكون؟ ما شافوهاش هادي ما شافوهاش ما شافوهاش هادي ما شافوهاش. مراد. يا نعم هنطق هات شوية. عماد نسيت بلي ما نهضرش مع بعضنا وما نهضرش مع بعضنا خلاص. ياها اصبر نكمل الشيكولا بعد نوليو نهضر مع بعضنا نورمال. ما تدوقوهاش هادي ما تدوقوهاش ما تدوقوهاش هادي ما تدوقوهاش. تسمى ما فيهاش واش
مع ولد راهم الطبه اللي ديهم الزر الماجيه. شكون؟ رشيد. ها؟ اهلا حبيبي رشيد، واش حوالك؟ الحمد لله. لاباس؟ الحمد لله. اليوم وجهك راهو منور، الله يبارك. وراك فرحان؟ خاصة في عيني. الله يعيشك. سير بعث الكاتريل تاعك. ها؟ الكاتريل تاعك، سير بعثها. يا اخي تفهمنا رشيد، قلت لي كي نبيع الكاتريل تسلف لي 400,000. حرام الشيطان. شكون قال لك بعث انا اللوطو؟ شكون قال لك بعث الكاتريل؟ شكون؟ كاش كاتريل ديجا تاعك؟ عاود ما فهمتكش كاع على بالك. رشيد ركز معايا مليح. الكاتريل تاعك راني نحكي عليها، قلت لي نبيعها في الصوب، وكي تبيعها تسلف لي 400,000. وي اكثر على المرسيدس ما بعتهاش. واش مرسيدس هذه اللي تحكي عليها؟ راني نحكي على الكاتريل تاعك القصديره هذيك. راني على المرسيدس ما بعتهاش. رشيد انت ماكش رشيد. هيا السلام عليكم. استغفر الله يا ربي، يا ربي ما تكتبهاش عليه. يا ربي راه انسان كبير، شنو نقول لك يا استغفر الله يا ربي. مرسيدس بيتردوها لي اير 4. نو الشيطان، نو الشيطان يا جوارين. قاعدين قالوا انتم ما تعشوا فيا ني هذه مرسيدس في الاير 4. استغفر الله يا ربي، استغفر الله. شكون؟ خير جاري؟ خير؟ لا خير خير. جيت ليك لأني كل يوم نقول لك على وليدك الأصفار والأصفار. اليوم جيت نوري لك تشوفي بعينك. نحكي لك نحكي لك يا جارتي العزيزة، نحكي لك. قلت لهم أوصفوا لي ولا عبروا لي ولا ديروا لي إنشاء على ركب الفارس والحصان، وقلت لهم أعطوني واش يصرالوا في الطريق مع الأخر يكتبوا لي وصل الفارس إلى المدينة. وليدك اكتب لي ركب الفارس والحصان. ايه مليح هذاك هو. ها مليح؟ مليح. داكور. ومع الأخر اكتب لي وصل الفارس إلى المدينة. ايه هذه هي، وصل للمدينة خلاص. حد الآن رانا لاباس. هاي مليحة. بصح في الطريق اكتب لي شوفي بعينك باش ما تزيديش تكذبيني. جارتي العزيزة تفضلي. شنو هذا ترتق 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 ترتق؟ واش حبي يقول هذا؟ انت ما فهمتيش ترتق ترتق؟ لا لا انا نفهمك. ترتق ترتق معناتها ترتق 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 ترتق. وقيلا جاري هبل. بسم الله الرحمن الرحيم، سلم منهم كتفين. هيا با حنيني، وشنو هذا الرجل؟ وقيلا هوا هوا هبل هبل هجكوا.